هنستأذنكم بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ محاضرة البصمات. احنا معانا ان شاء الله عبد الرحمن بيه سيف، ده كبير خبراء البصمات في المعمل الجنائي سابقا ومدير فرع الجمعية بالجيزة حاليا. ليه باع كبير جدا في مجال فحص البصمات، سواء في مسارح الجريمة بأنواعها المختلفة او سواء الفحص على الأوراق الخاصة اللي بتجيلنا في طلبات المضاهاة. كان طبعا من ضمن العناصر المتميزه معاه فريق من البصمات يعمل تحت ادارته. في احنا طبعا بالنسبه لنا كجمعيه الادله الجنائيه احنا بيلجا لنا ناس حتى على المستوى العرفي، منهم قضيه هو لسه راح لبنك مش هينفع نقول الاسماء، اتسرق في خزنه داخليه عنده، تمام؟ فبيبقى البنك مش عايز يبدا يعمل اجراءات شرطيه معينه، هو عارف كمدير بنك والمجموعه ان يقدروا يتحكموا في مين او يحاسبوا اللي هو مخطئ. بنبدا نعمل احنا عندنا انتقال للخبير، راح اكتر من خبير بس تحت اداره عبد الرحمن بيه، وبينهم قضيه بشرها بنفسه، بيروح يفحص البصمات، بتجيلنا حالات سرقه اللي بيبقى الناس واحده اتسرقت علبه ذهبها من الدولاب وكذا، والاطار عائلي فمش عايزين يعملوا عمليه شوشره، بننتدب لهم خبير من عندنا وبنمضيهم على اقرار، لان ده طبعا بيبقى انتفع عليه العمل الشرطي، لان هو اول ما رفع البصمه خلاص ايه مش هينفع تبقى موجودة بالسند، بيبدأ وبيبقى الأمور في إطار ودي غير طبعا الإطار الرسمي. أهم حاجة نخرج بيها من المحاضرة دي إن إزاي نعرف نبصم، يعني أهم حاجة نقدر نحاول نوصلها ونتعلمها على الأقل في الوقت المحدود كمحاضرة واحدة، إن إحنا نعرف نبصم، لأن بتجيلنا كتير قضايا وأوراق مضى عليها الساده المحامين مبصمين موكلينهم في اوراق في عقود في ايصالات امانه البصمه غير صالحه، فازاي اخد بصمه صحيحه فيها العلامات اللي تقدر تتوفر فيها عمليه المضاهاه. دي نقطه مهمه جدا، ممكن مع احترام الناس اللي متعوده بصمه وفاهمه، لكن احنا على كم العدد اللي بيجي لنا في عمليات الفحص بتبقى البصمه فيها مشكله، هو بيعتقد شكليا ان هي سليمه وهي مش سليمه. فازاي نعرف قواعد ان انا ازاي اخد بصمه. النقطه الثانيه نصيحه برضو للناس اللي بتشتغل جنائي، اعرف امتى البصمه تبقى دليل وامتى تبقى قرينه، وده نقطه مهمه ثانيه، لان في ناس معتقده مثلا ان البصمه لو مدممه موجوده يبقى دي بصمه اعلنها ايه دليل، وهي قد تعد في المكان ده وفي الوضع ده ان هي ايه قرينه. فازاي اعرف البصمة امتى دليل وامتى تكون قرينة؟ اعتقد لو طلعنا بالمعلومتين دول النهاردة في مجال عمل البصمات هيبقى فرق كبير قوي، هيفرق معايا في الشغل في القضايا. اسيبكم عبد الرحمن بيه اللي هو واحد من اهم الناس المتميزة في المجال ده، وان شاء الله تبقى محاضرة متميزة معايا. اتفضل. السادة المحامين يجي مثلا يبقى قدامهم السند سواء عقد بيع او ايصال امانه او ايا كان مستند، يبقى شغال صح الصح ويجي على البصمه ياخدها سيئه كده. بص على سبيل المثال ايصال امانه بنص مليون جنيه، البيانات زي الفل طبعا انا مخبيها عشان طبعا للسريه، البصمه مطموسه كأن لم تكن، قيس عليها بقى عقد ايجار عقد بيع كل الكلام ده كله. وبعدين عندنا على فكره في مصر تقريبا اللي بيجي لنا، عايز اقول لك المتداولين في البيع والشراء اسف يمكن 90% منهم بيبصموا، وبرده في ناس ساعات بتدعم الموقف تاخد جنب التوقيع تاخد جنبه بصمه. اما زميلي في المعمل الجنائي بتاع التزييف والتزوير بيبقى شغال جنبي، ساعات التوقيع ما بيريحوش، بيجي لي انا عشان ادعم موقفه اقول له البصمه دي هي ولا مش هي، لو قال قرار بالايجاب فبيحس ان هو مرتاح. ليه؟ ما انا مديله قرار ان البصمه منطبقه. انما طبعا الناس نزلت لحد دلوقتي، عايز اقول لك خد بصمه صح ازاي. لو انت شايف البصمه بهذه الكيفيه كده خط البصمه، لو بهذه الكيفيه يبقى انت شغال صح. انما لما ابص الاقي البصمه واخدها طبعا الحباره بتاعتك للحبر بتاعها يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، تقيل قوي هيتمصها وهيجيبها حته واحده بهذه الكيفيه هتبقى مطموسه بهذه الكيفيه. دي بصمه جايه لي على مستند مطموسه ولا تصلح لاجراء المضاهاه. نفس النظام
برضو على إيصال أمانة بمليون جنيه بصمة جاية حتة واحدة ينفع؟ آه في ألف بيه إننا ناخد بصمة صحيحة ألف بيه إننا ناخد بصمة صحيحة عشان يأمن حق الموكل. الو 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 زي ما قلت لحضراتكم قالت بيه ان انا اخد بصمة سليمة اامن موكلة بيتعامل معايا والتاني اتعاب والتاني كده فقالت بيه ان انا اخد له حاجة صح اعمل عقده صح اعمل ايصال امانة صح خلصت حاجتي البصمة برضو اعرف ازاي اخدها صحيحة يعني حتى حضرت انا مرة قدام مأذون كان واحدة قريبتي بتتجوز ماسك ايد العريس والعروسة عارف عجنها قلت له البصمة دي انت كده انت خربت الدنيا كده والله فعايز اعرفكم كيفية اخد البصمة طول ما انت شايف البصمة بهذه الكيفية خط ابيض خط اسود نشوفها خلي في مكتبي او في شنطتي حاجة زي كده عايز اقول لك تمنها ولا حاجة اما اجي اشوف البصمة اللي انا واخدها على المستند بتاعي اشوفها لو انا شفتها بهذه الكيفية انا شغال صح مطموسة بهذه الكيفية كده يبقى انا ايه كده غلط وما يمنعش ان انا اخدها مرة تانية لو مثلا عملت عقد ولا حاجة ولا كده ولقيت ان البصمة بهذه الكيفية بايظة لازم اخد واحدة جنبها تاني برضو عايز اقولك ان ممكن في ناس تتلاعب في الحقوق ممكن يحط على ايده امير يحط على ايده مش عارف ايه او الحفة بتاعته ممكن تكون خطوط الحلمية اللي هي مكونة للبصمة دي تكون يبقى قالب بيه ان انا اخد عملت عقد صحيح او عملت ايصال امانة صحيح يبقى قالب بيه ان انا اخد بصمة صحيحة عشان اعمل موكل هناخد اتعاب وبعمل حاجة عشان ما ارجعلهاش تاني لان حتى موكلك لو حس بكده قالب بيه لو جالك مرة وحس ان هو حطيته في مطب مش هيرجع لك تاني انا عامل زي ما قلت لحضراتكم قالب بيه في ان انا اقدم موكل ان انا اخد بصمة صح اخدها ازاي؟ هنعرف الكيفية البصمة مجرد ما حطيت ايدك في الحبارة كده قدامك عندك ختامة سواء دي او دي الختامة اما اجي اخد بصمة اللي موجدي ممكن احط الحبر طبعا زي ما قلت لحضراتكم يبقى ايه يبقى متوسط لا هو زيادة قوي ولا هو خفيف قوي لان زيادة هيديني الكيفية دي كده هيطلع لي البصمة بايظة لو خفيف ممكن ما يظهرش تعالى مكان فانت عشان تعرف ان انت ماشي صح لو شفت البصمة بهذه الكيفية يبقى انت ماشي صح خدت بصمة موكلة صح اما نيجي نبصم الموكل او اي حد كان الحبر اغمس ايده بالحبر بس برضه زي ما قلت لحضراتكم اراعي ان الحبر لا يكون خفيف ولا يكون تقيل خدت بصمة الاستاذ على فكرة بالمناسبة وانا ببصمه ايده عرقانة لو انت حاسس ان انت ببصمه ايده عرقانة لازم يصطف ايده الاول يغسلها الاول ليه عشان العرق ساعات بيعمل عازل بين الحبر وبين الـ بين الـ بين الـ بين الـ بين ايد الشخص تمام عرقان شكله خايف كده مش لا انت عشان طبعا انا في قضايا اما اجي بصمه الحد الادنى لا كده ولا كده انا اعمل انا كده وكده لان انا عارف هويتها ايه لان خطوط الحلمية اللي هي مكونة البصمة دي بتبدأ من الحد ده وتنتهي في الحد ده خطوط الحلمية موجودة في صابع اليد في لحظات اليد مش ممكن الصابع لازم البصمة هو العرف بقى ان البصمة تكون بتاعت اللبان الايمن بديل لتقطيعها فرضا ان اللبان الايمن مشابه تحسي كده كده خدت بصمة اللبان الايمن وتقعد بايظة او تشوفها ان هي مش صحيحة لبان ايسر وطبعا مقاوص فيها بالالم كده وقت لبان ايسر هعدي على حضراتكم النموذج ده تبص على بصمه مطموسه ها بس هو محمد عليكم كلكم سريع كده تبص على بصمه سليمه وبصمه مطموسه ايوه شوف حتى عينك تاخد على الصح ايه وهيبقى معاها اللوب عشان الناس تعرف في زميل بقى من الزمر يتعاون معايا الصف اللي هو الاعلى دوت دي بصمات صحيحه الصف اللي تحت بصمات مطموسه ولا تصلح لاجراء مدهار لو جالي عقد او جالي ايصال امانه او جالي اي مستند كان وعليه بصمه بهذه الكيفيه كان لم يكن ضيعت حق موكله فتاخد بصمه صحيحه لهذه الكيفيه وزي ما قلت لكم لما اجي ابصم
اروح جاي جامس ايدي اللي هتبصر في الحبل وارجع احط حطه واحده بس لا يمين ولا شمال. وبعدين ايه كده هذه كفايه بوصل البصمه. اتفضل حط قلبتين بصراحه. هنعمل ايه تاني يا دكتور؟ تعدي بقى عليهم بهذه الكفايه. لا انا عايز اعرف المسك بتاع البصمات البصمات اللي هي اللي فوق دي صحيحه واللي تحت مكبوسه. عود عينيك عليها وعينيك عليها لما تيجي تعمل مستعد ولا حاجه جرب ما شفت ان البصمه صحيحه يبقى انا كده ماشي صح. فرضا ان الصوابع بايظه يعني كان بيجي لنا مثلا واحد جاي يشيرني كفر الشيخ صوابعه من الحته بتاعته او حداد او كده ساعات تلاقي ان الخطوط الحلبيه اللي انتم شايفينها دي السوداء دي متاكله تبقى محمول. لان سبحان الله الخطوط الحلبيه بيبقى فيه منها خمس طبعات في جلد الانسان. لو واحد حتى تعبانه تروح تديله مهله عشان ايه؟ لحد ما تخف والخطوط الحلبيه تبدا تتكون تاني وخدت له بصمه وبصمته طبعا على المسافه اللي معاه. فانت لو انت خدت بصمه وحسيت ان البصمات مش مريحه وما هياش بهذه الكيفيه عيد حسابات يا تاخد صابع تاني ولا تاخد ايسر بس تاخد ايسر ايسر لان العرف بره بره بقابل اي مكبتين للامضى اروح واخد الابهام الايسر واروح مقوص عليه واكتب البصمه ابهام ايسر معايا؟ ليه؟ عشان احنا ساعات بيجي لنا مثلا بصمه مثلا مورش ولا حاجه بيبقى مثلا كان من الامراض اللي حاجه دي في التشريح لما تقول له بس البصمه ابهام ايسر ابدا انتش واعمل محضر فكره اشوف الراجل ده كان ليه بصمه فين؟ كان موظف فين؟ من كده واعمل دلوقتي لو مدته سال واروح اصور البصمه اللي هي في المستند اللي هو في هذه الجهه اللي هو كان فيها وابدا اقارن بين المستند البصمه المستند اللي معايا سواء ايا كان بقى عقد صح ايا كان وابدا اعمل لينك واقارن بين الاثنين. يبقى خلاص عرفنا شكل البصمه الصح ايه عشان اخد البصمه صح. لو انت مش شايف سؤال ايه المحاضره ما انت هتاخد فيها بصمات هتدفع وقت البصمات ممكن تشتغل فيها شهرين. حوادث قلب وحوادث سن او حوادث مدني انما كل اللي هتعمله انك تخرج من الـ من الـ من الـ من الدوره هنا انك انت مش سامع حاجه وتعلم حاجه ما بقاش معاك الدنيا وعامل واخد اتعاب وبتاع كده وعامل عقد ان شاء الله اقعد بقى اقول لك اتعايد بالعقد اللي انا كتبته سابقا وارجع في الاخر في ليله العقد واخد بصمه ولا حاجه تمام؟ ورجاء البصمه لو مش بهذه الكيفيه مش هتنفع وده يضحك نقطه. نخش بقى في الـ في الـ في المفيد نعرف البصمات. البصمه هي عباره عن خطوط حلبيه بصمه الاول البصمات بتبقى في حته بصمات يا اما في اصابع اليد وفي راحات الايدي وكذا باطن الاقدام. هتقول لي باطن الاقدام الناس بتتمشى دلوقتي بتتمشى بتلبس احذيه وبتاع. كان في زمان حرامي المواسير ده كان بيجيب لنا قضايا ما حصلتش يروح يتسلق على المصير اللي هي الزهر والناس يعني عارفه الكلام ده وينط من اقرب شباك الحمام او المطبخ وطبعا مجرد ما نزل ما نزل حاجه يسيب لي بصمه زاد فوق اروح جاي مصورها. طبعا البصمات اللي هي في عندنا نوعين من البصمات يا اما خفيه يا اما ظاهره. الخفيه اللي انا بتعامل معاها بقى بالباودر هوريكم ازاي بس طبعا الثانيه ماشي يعني مش كمان في حته وبصمات يا ظاهره يا خفيه. ظاهره زي المدممه واحد قتل جاب مثلا تقرير من الكويت الراجل بتاع خبير بصمات الكويت قايل من القاتل هما طبعا كانوا ولدين وامهم تامروا على ابوهم عشان يورثوا بدر بدر تمام. فطبعا الخبير طلع في الكويت هناك راح قايل من البصمه دي البصمه المدممه دي بصمه لشخص واحد بس وتجاهل على اعتبار ان هو هيشيلها وخلاص بقى. فطبعا اهل القتيل طبعا شكوا في النتيجه وشككوا في تاريخ الخبير فالحمد لله كنا جم عندنا جمعيه فربنا كرمني وطبعا بالمقارنه بالبصمات الموجوده اتضح ان البصمه اللي على الارضيه مدممه بصمه عاريه مش محتذيه مش لابس حذاء. هم قعدوا مسكوا بشوره وبتاع لما دقدوه سبع بصمات للام والولدين الاثنين. فطبعا التقرير بتاع الكويت جايبين البصمات تنطبق على مين؟ على
على ايه واحد بس. احنا اسبابنا ان الثلاثه مشتركين في القضيه ثلاثه. قلنا البصمه عباره عن خطوط حرميه تتخلى خطوط حرميه ثالثه اللي بيرسم الشكل ده او الخطوط دي الخط البارز. في خط بارز وخط جاي بيكون خط اسود وخط اسود وخط ابيض. كان في زمان مجال بيشتغل على خط بدل انما احنا نزلنا الشغل بتاعي المجا اقارن بين بصمه دي بصمه ما فيش تشبيه ودي بصمه مرفوعه من حادثه الاخر. لما اجي اقارن اقارن الخطوط دي. طبعا عندنا في مصر 12 علامه فنيه عشان اقرر الانطباق عشان اقول البصمه بتنطبق في مدى اللي في دماغي هو 12 علامه فنيه. تمام؟ العلامات الفنيه دي عباره عن ايه؟ زي ما انت شايف كده ممكن تبقى شوكه ممكن تبقى كثيره. الحاجات دي كلها عندنا مصطلحات بيننا وبين بعض عارفه. طبعا اسف الناس كلها مش ملوش لازمه ما بيلزموش ان هو ايه؟ يعرف ان دي كثيره او ان هي تخرج. بس انا هعرفك لما اجي اقارن بين بصمه وبصمه اقول دي تنطبق ازاي او طبقت ليه. طبعا الف ب بيكون الشكل العام المكتفي. دي بصمه مستدير دي بصمه مستدير. بالمناسبه البصمات ثلاث في تصنيف من ثلاث اقسام يا اما مستدير يا اما منحدر يا اما مستدرات يا اما منحدرات يا اما مقوسات. المستدرات طبعا اشكال كل البصمات على فكره اشكالها لو قلت لك على سبيل المثال مش الحصر ده شكل على سبيل المثال مش الحصر. البصمات انا عايز اقول لك ان اشكال سبحان الله ما لها شكل يعني ما لهاش عدد. انما بالنسبه للمستدرات بياخدوا طبعا نسبه تقريبا 65% من البصمات المحفوظات اللي عندنا بتمثل المستدرات. وبعد كده في منحدرات يمين في منحدرات شمال في متوسط. يبقى عرفنا البصمه هي عباره عن خطوط حرميه بارزه زي ما تذكر ترسم الخط البصمه والخط البارز اللي هو الاسود ده. دخلنا خطوط دائره خطوط حرميه يعني الخطوط الحرميه دي عليها حلمات بتشبه حلمات الاستاتيك دي انا سميتها افراز الماده العاطفيه. مجرد تلامس اي سطح بتروح رسمها بالشكل وبالنوع. لما اجي مثلا قرر ان انا احط ايدي هنا بصمتي خلاص بقت هنا. حطيت على جلد على 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 قماش على اي حاجه اعرف ان في بصمه. بس لما باجي ارفع طبعا الف بيه ان انا برفع مع ايه على حاجه مرساة اقدر اشوف عليها البصمه. طبعا الحمد لله الليزر دلوقتي برضه الحمد لله يعني دخل في البصمات. بعد ما كان البصمات ما اقدرش ارفعها الا من اسطح المرساة دلوقتي ممكن لو ويا واحد خلق واحد ممكن اجيب له بصماته من على الجلد. تمام؟ انواع البصمات زي ما اتفقنا بصمات الاصابع بصمات رحاب الايدي بصمات الاقدام. زائد في بقى بصمات تختلف عن الاول ما تخصناش احنا زي بصمه العين بصمه الشفاء بصمه دي ان ايه اللي هي الحمد لله. انما احنا مجالنا او اللي عندنا دلوقتي اللي هي بصمات الاصابع ورحاط الايدي والاقدام. النموذج اللي كان بيلف مع سامي عشان برضه اوريه الزمن. في في بصمة صوت في بصمة عين في بس ما تعمليش احنا في اللي يعنيني بصمات الاصابع. البصمات لو احنا بنصنفها زي ما قلت لحضرتك في نوع مستديرات ده مستدير الناس شايفه مستدير برضه ده على سبيل المثال بس تعزيز الحصري. شكل مستدير معايا؟ في منحدرات سواء منحدر عين او منحدر عيش. معرفش الصورة برضه بتبقى بتفضلكوا يعني صغيرة ولا لا؟ محاضرة إما محاضرة إسم.
اليوم الفوق دول جنب بعض واحد بسط صار المحاضر اليمين نستاش هو ناحية الشمال وصار المحاضر الشمال اخر نوع المقوسات زي في مقوس يبقى الانواع تقسيم الاصابع للبصمات يا اما المستدرات يا اما المحاضرات اليمين او الشمال يا اما مقوسات. ايه فايدة التقسيمات دي؟ لما اجي مثلا اروح حادثة مثلا ولا الو لا مش ايه فايدة التصنيفات؟ لما باجي اروح حادثة ولا حاجة فرضا مثلا ان انا رفعت مثلا اسهلي مثلا اللي هو مستدير وانا عندي في شكل الجيال اللي بشتغل فيهم مجني عليهم ما هياش مستدير وبالتالي استبعد دي تصنيف هو يعني ايه فايدته كده. طبعا زي ما اتفقنا برضه الحاضر الآتي فيها بصمات وخطوط حرمية زيها زي أصابع اليد معايا عشان ساعات اروح حادثه ارفع اي حاجه والحادثه ما بتشرحش عشان ترفع صوره بس اللي بيقابلني برفعه اما يكون اصعب صالح وهيخدمني في القضيه سواء بصمه زياده اصبع او روح زياده او احضان بس يكون حريق اتفقنا عشان تبقى دي دقيقه انما القانون بقى لما اجي مثلا الاقي مثلا ايه حذاء محدثي مثلا في مصر حاجه جميله ده بروح جاي ايه طبعا حاطط بصمه مدمجه علشان كل صمت واحد على الصوره بصوره كل واحد صمت في الصوره يماثل واحد صمت على الطبيعه. ليه بقى؟ عشان المجرى الظاهري انت تبص تلاقي صابع زي ما انت شايف كده صابع مثلا بهذه الكيفيه وصابع زي ده مش هيعرف يشتغل انما لما اخد الاثنين بنسبه واحده واحد لواحد اما باجي اوضعها بالمقدره زي ما شايفين هنا ادواتنا بعد حتى دخول الحاسب احنا لازلنا اعتمادنا كله على الخرير وعلى عينيه. لما بيجي في فحص ولا حاجه ببعت له اثر مجهول في المصلحه طبعا الحمد لله الحاسب الالي ما شاء الله ريحنا قوي برضه ريحنا مش بس برضه في الاول وفي الاخر الراي الخبير بشري. احنا طبعا المصلحه كانت شغاله مانيوال لحد 96 الحمد لله ربنا كرمنا وكنت من ضمن البعثه راح كوريا الجنوبيه ودخلنا الحاسب اللي هو خاص بالفيش تشبيه وخاص بالاثار اللي هي مرفوعه من حوادث جنائيه. تروح مديله اثر اللي هو مرفوع من الحادثه يروح مديك 20 احتمال ويبدا بالاحتمال القوي وينزل للضعيف. مين اللي بيقرر اذا كان الاثر اللي انا اديته له دون والاحتمالات اللي هو بيعمل دي صح ولا لا؟ العنصر البشري. ويمكن عندنا الحمد لله احنا بنتميز رحت كوريا الناس كل حاجه ماشيه صح بس للاسف لو في مثلا اثر تعبان ولا حاجه احنا عندنا هنا بنعمل فسيخ شربازي يعني بنعمل فيكس مجهود. عايز اقول لك ساعات اروح حادثه بعتمد على الاقي مثلا اثر واحد بس هو اللي ممكن يجيب النتيجه يعني بجيب ال 12 علامه فيه بالعافيه معايا بس دي الحمد لله بخبرات خبره متكرره الحمد لله بنقدر ايه بنجيب قضايا ما شاء الله يعني انا طلعت قضايا بعدد شعر راسي وبرده الاول في قضايا القتل دي ما شاء الله يعني يمكن ما بنرفقش قليل قوي تقريبا 99% من المشاكل ده كنا بنجيب الاثار اللي هي اللي احنا رافعينها من اماكن الحوادث. ما احنا لسه بنتكلم دلوقتي حضرتك بتعرف كده؟ انت بص حضرتك لو انت شفت الشكل ده في البصمه تعرف ان البيت شغاله صح. اللي قدامك ولا لا؟ انا ما كنتش اعرف اصلا ان هو حاطط امير قبل ما يوصل. مثلا انت لو رحت فعلا للطب الشرعي مع البيت بتعرف ان هو انا بعرفك اول شكل البصمه الصح عشان يروح يتلاعب يحط امير يحط كلمه لازم او هو يحط نفسها خليته كتير. طبعا ما هو بص كل اللي انا اقوله ان هي مقموصه مقموصه بقى بفعل فاعل او بطبيعه لان في واحد اصلا زي ما قلت لك حرق حداد او حداد او صليان او كده كنت تحرم ايه؟ خمس مرحلات في الكيت التالت فبالتالي تديك شكل ايه؟ حته واحده.
بداية نزول البصمات طب حكاية بصمة الحي زي الميت زي النايم زي الصاحي زي المكره عشان ما حدش يهاب يسأل ماشي؟ بصمة الحي زي الميت زي النايم زي الصاحي زي المكره بتقول التوقيع يا دكتور بتقول التوقيع مش البصمة لا هي بتتكلم عن البصمة التوقيع مش بتاعتي البصمة زي ما قلت بصمة الحي حي زي الميت زي النايم زي الصاحي زي المكره عشان ما حدش يقفل الكلمه تمام كل ما في الامر بيجي لي المستند من المحكمه او من النيابه اشوف البصمه دي تنطبق او تختلف بس بكره مش بكره دي بقى اللي بتاع كله ولا طب شرع ولا طب شرع الطب شرع مش تمام لا قصدي على كده امتى بس تزيد تزور فكره عندنا في المدينه الجايه وموجود في الطب الشرعي فرحت عليهم دي الكلمه انا اقصد البصمات ده فرق فيها الاداله الجنائيه ليه؟ عشان طبعا الربط مع السجون ومع المعوجات الامن والكلام ده كله. بدايه ظهور البصمات بتظهر البصمات في الجنين وهو عمره 120 يوم. خطوط الحرمية دي بتظهر في الجنين وهو عمره في بطن الام من عمر 120 يوم. بتنتظر بتستمر لحد فين بقى؟ لحد ما شاء الله يعني ممكن واحد يموت يتحط في الثلاجه زي ما كنا بنروح مثلا حوادث تطلع الميت من الثلاجه تجيب عامل مشروعه تخليه يناديه بيه ميه سخنه عشان طبعا بتبقى دي طبعا ظروفها ساقعه ومكرمشه والكلام ده كله فطبعا قالب من عامل المشروعه اجيبه يناديه بيه ميه سخنه وبعدين لو البصمات مكرمشه يصعب التعاون معاها هو قصة حديثة هتتعامل معاها هو صاحب الماء على طول. أروح ماسك القصة. لو قصة في مسرح الجريمة والحديثة دي ما بيصعبش التعامل معاها. بروح جايب رولة زي كده بروح محضرها وأروح مبصم أروح محضر إيد القتيل تمام؟ القصة وأبدأ اخد بصماته اكتر من حي كمان. استبدي زي كده ببدا افضل من الجثمان بايدين متربسه بهذه المنظر ابدا انا طبعا حبرتني ايدي زي ما شفت بالرومة كده ابدا اروح جاي مدخل الاستبدي ده بصحيفه الحاله الجنائيه بين صوابعه واخد له بهذه الكيفيه اخد له بصمات احسن من حي كمان. يعني يحضرني حادثه كانت في الغردقه كانت حادثة قتل هما طبعا احنا عندنا تخصص مركزي في القاهرة هنا كل التمويلات كلها بتصب عندنا من أسوان لحد اسكندرية فطبعا انتدبونا أنا وزميل تصوير عشان بتوع المباحث جيلنا فبعتوا للمعمل الجنائي المركزي بتوع المباحث بعتوا للمعمل الجنائي المركزي في القاهرة فروحنا انتقلنا هناك فطبعا كان المقتول في تلاجه المستشفى فطبعا رحت الاول حاسه لقيت كان زمان ده طبعا خبراتنا بتختلف عن خبرات الناس اللي في مديريه الامن دي مديريه الامن يجي له ممكن حادثه واثنين في السنه انا كل يوم يجي سبع ثمان قضايا ما بين مدني وبين جنائي اجي انزل الحادثه اقول له في حادثه ثانيه والله كنت مره راسي من نبضتنا من 2 ل 10 كنت قال لي في نزل الساعة 10 العصر في نفس المقص فقال لي في واحد بط من جامعة التحرير رحت رفعت خلصت البتاع بتاعه ورجعت المعنى الساعة 12 قال لي في حادثة قال لي في المهندسين فاحنا شغلنا ما يعني طبعا ابتدينا احنا بنكافئ رحت الغردقة طبعا ببص في مكان الحادثة لقيت الراجل ده عايش في تقريبا في اوضه حوالي متر ونص متر ونص وبعدين ظروفها كلها بقى تعبانه دايما على الكرتون دايما على طبعا عنده طعم كوبايات مصممه مش عارف ايه الكلام ده كله طبعا زميل لما راح قال لي ما فيش بصمات ما فيش بصمات يعني القضيه كده خلت ما بحس طبعا بيشدوا في شعرهم بيبقى عايز يوصل لاي حاجه توصله الدليل فانا بمشيئه الله ببص في المكان لقيت مفتاحين نور عليهم بصمات بالدم
10 على 10 زي ما تكون بصمه بهذه الكيفيه كده. فانا طبعا قلت له لا في بصمات مدممه، راني فرح قوي، حاسس ان هو انتشر، لان ده مع فكره الامريكي يقتل الدم، لما بيقتل ما يبقاش بالاحمر بهذه الكيفيه دي، ياخد اللون الاصفر، فاصفر مع ابيض ما فيش كونتراست، يعني ما كانش واحد نظره بيرفكت ما يشوفهاش. فطبعا قلت له عايزين اذن من النيابه، لان مفيش تصرف من غير اذن النيابه، احنا كل تحركاتنا باذن النيابه او محكمه. في الجنائي بالذات باذن النيابه. فطبعا قلت له عايزين اذن النيابه عشان تديني فرصه ان انا ارفع المفتاحين دول. قال لي عليها بصمات، قلت له الحمد لله عليها بصمتين دم 10 10. فطبعا البصمات دي ممكن تكون بتاع الجاني، ممكن تكون بتاع المبني عليه. فاحنا ضلنا نعمل ايه؟ طبعا جاب اذن النيابه، حتى بتاع النيابه قال له خليه يشتغل واللي انت عايزينه بقى بعده الصبح. فكيت المفتاحين وبعدين ربنا كرمنا، قلت له بقى الكوسه لسه موجوده؟ قال لي اه موجوده، اشتغلت المستشفى. رحت طبعا المستشفى بخلي عامل المشرحه يعمل يندي ايد الكوسه عشان ينشفها، وابدا بقى البس جوانتي واخد بصمات زي ما قلت لحضراتكم احسن من بصمات الحيه. هو طبعا كل يوم بحس كل هرمون ان هو يعرف ان البصمه اللي على مفتاح النوم دي هي بتاعت الجثه ولا لا. لو بتاعت الجثه خلاص شكرا خلصت. فطبعا الحمد لله طلعت مخالفه للجثه، قلت له الحمد لله مش فاهم. فطبعا كانوا واخدين 20 واحد اشتباه وعاملينهم في اسم الوردان، فبرضه ربنا كرمنا وخدنا بصماتهم. وطبعا ايه البصمه المدممه بقى زي ما قلت لحضراتكم لونها بدا يصفر، فالاصفر ده زي ما قلت مش كنت هشتغل عليها ازاي؟ ما ينفعش اشتغل على مفتاح النوم، عايز اخليها في صين ورقه بهذه الكيفيه كده. بعمل ايه؟ عندنا طبعا مواد كيميائيه، بالمناسبه في الحوادث لو في ورق ولا حاجه في خزنه ولا حاجه ولا كده ولمس جاني، ما ممكن يكون خد الفلوس وبعدين عزل في عقد ما يلزموش رماه، عزل مش عارف ايصال امانه رماه، هو كل حسابه الماده. فطبعا خدت بصمات الجثه وبعدين خدوا 20 واحد اشتباه زي ما قلت لكم. البصمه بقى اللي على مفتاح النور زي ما انتم عارفين الدم بدا ياخد ايه اللون الاصفر، فعشان الاحي اللون ده في عندنا ماده اسمها البيزيتين، طبعا زمايلنا في الكيمياء بيشتغلوا معانا ويحضروا لنا الماده دي، بتبقى في حوض كده زي البلاستيك، ببدا احط ورق تصوير بهذه الكيفيه بس ابيض، ورق تصوير بهذه الكيفيه، اروح جاي مناديه في البيزيتين وابدا المسه بالبصمه المدممه دي اللي هي مش باينه، تبدا تحول اللون الاصفر اللي انا شايفه ده للون الازرق، زي ما تكون واخد بصمه في هذه الكيفيه تبقى ازرق. معايا؟ طبعا بقى قدامي بصمه واضحه المعالم كلها، علامات فنيه وبصمه واضحه، هشتغل عليها. فببدا اصورها تصوير مباشر. بعد لما احط بسطره مدرجه جنب البصمه، ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم عشان كل سنتي واحد في الصوره يماثل سنتي واحد على الطبيعه. فطبعا ربنا اتفضل اتفضل. هل ادواتنا اللي احنا بنستعين بيها اه هقول لك على حاجه. بص احنا عندنا ممكن تكون الامكانيات قليله شويه بس العنصر البشري ما شاء الله ما تعوضش. احنا لينا زميلنا في السبع امارات هم اللي ماسكين الامارات كلها، سبع امارات في الكويت. اتفضل. بص اقول لك على حاجه، احنا دايما ايه بنشتغل متاخر شويه بس بيجي لنا الحاجه الحديثه، يعني انا كوريا الجنوبيه رحت هناك الناس عندها كل حاجه صح صح، بصمه صح صح، ما فيش حاجه اسمها بصمه مثلا كده نص 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 لب، عندنا احنا الكلام ده كله بنجيب منه نتيجه بمشيئه الله. معايا؟ العنصر البشري عندنا في مصر ما حصلش، اللي هو عندنا ايه يعني عايز اقول لك كلنا بنتناقش ان احنا نجيب نتائج. معايا؟ لو البصمه معدي ثلاث البصمه مقسومة. بص حضرتك البصمة لو مقسومة ربع بصمة لو توفر فيها 12 علامة اللي هم اللازمين لإقرار النطاقة أو الأمين تنطبق. تمام؟ ما أنا ساعات أروح مصر الكريمة مش هلاقي بصمة زي ما أنتم شايفين زي الشمس اللي أنا جايبها دي كده. أنا جاي بتاع عشان تدريب. إنما اللي أنا برفعها على مسرح الكريمة ممكن تكون بهذه الكيفية. ده بس جزء من اللي أنا موجود. معايا؟ ده اللي أنا هشتغل عليه. أعد العلامات. لو السكور وصل ل 12 اقول له نعم بقى. ممكن لو كنت 12 بس هو بعد اربع علامات ما تخرمش معانا ما تختلفش، بس لو كان باحث بيقول لي اقول له اشتغل معايا بس مش هديك حاجه ليك المطلوبه. معايا؟
حاف درجه حاف طالما البصمات عدت اربع علامات مش هتختلف بيها. طبعا عشان نطبق بصمه بقى طبعا في بصمه على فيش تسبيب ودي بصمه رافعه من مكان الحادثه عشان اوصل لل 12. بص بقى هنشوف ايه اول علامه دي شغل بس شايف دي شغل فتحه اليمين معايا دي طبعا مثلا واحد بيكون من مظهرها اصعب فالاصعب هو رفع الحادثه ودي ما فيش تشبيه مفيش اللي فتحه الشمال نمره واحد العلامات الاولانيه شوف فتحه الشمال فيما يوصل نمره اثنين شوف فتحه اليمين شايفينها معايا تمام كده شوف فتحه اليمين برضه دي زيها نمرة ثلاثة بص شوكة مقفولة شوكة مقفولة ثلاثة دلوقتي كده جزيرة زي جزيرة زي كده جزيرة زي كده وبعدين هبدأ بقى ملعبي دي أنت منين ممكن أبدأ من الدعم بنسميها سنتر أو مركز دي سنتر دي سنتر أبدأ أشتغل فين؟ أشتغل بحتة معروفة عشان إيه؟ ألاقي مظلة في خصمي حتى لما اوصل لل 12 علامه اقرر الانتباه. ما وصلتش سواء في مدني او في جنائي ما اقدرش اطبقها، انما احنا بقى ودي بينا وبين المباحث او اشتغل معاها. معايا؟ ليه؟ وصلت للعدد من العلامات بس ما كملتش قرات 100 ولا كام واحد صح؟ دي بصمه واحده؟ انا بقول كده عشان اقرر الانتباه. وده طبعا ده جزء احنا بنرفع البصمات البصمه الجريمه مش بهذه الجوده ولا بهذه الكيفيه. ده انا بروح ناس حتى ادور في 13 14 بصمه اللي انا رافعهم ما لقيتش واحد بس كويس برضه بحاول اشتغل عليه لان ده حد ناس انت بتروحي حدث السرقه او حدث الحرق فانت دور يعني عايز اقول لك حاجه دور ان انت تيجي حول الناس دي سواء مقتول او عايز اقول لك قله السعاده اللي احنا بنشوفها اللي انا بشوفها شخصيا مثلا ان انا في حق واحد مفتوح في غاية السعاده. العائد المادي اسف في النص ولا حاجه انت ربنا ستره معانا علشان احنا نتقي ربنا بس يعني بنقعد نبذل مجهود انت ممكن تروح انت شايف النفس ده ما ينفعش اروح بحاسب ارجع بيه زباي الجيل عارفين يعني ايه الباودر دي الباودر دي عشان اشتغل بيها عايز اقول لكم بمهد الدنيا ارجع اسف يعني الزوج تقول لي من تحت الحمام خش على الحمام بهدومك مش كده على طول معايا اربع اساس الباودر ده ليها كفيله على فكره ليها خاصيه الالتصاق بالغدد العرقيه العرق على ازازه على كوبايه على حاجه هوريكم مثال بس بقى عشان ايه نقطع صوت كويس في المحاضره طبعا زبرجة هاكل البصمات طوالي الجلد خمس طبقات سبحان الله ساعات في غدر يعني لسه كان عندنا واحد قريب عايز يعمل فيش امريكا جه فبصمه ما لقيتش ولا خط حرق ايده خالص. اقول له انت ايه انت شغال ايه ولا بتاع وايده شايفها كويسه. قال لي بصراحه انا يعني ما دام في الوحده الصحيه وقعدت تحت له بس المواعيد. فالمواد الدمويه بتاثر على خطوط حلامتي على جودتها. فقلت له يعني المفروض بالراحه اسبوع او 15 يوم جه نتيجه وطبعا جه خدت له بصمات زي الفل. فهي الماده الكيماويه اللي هي في الصابون بتاكل فطبعا هي سبحان الله خمس صفحات للجلد واحده بيغير بعض بقى يعني ساعات تلاقي واحد يجي الجلد يقشر لوحده كده من اي صفحه من ميه مش عارف ايه بتاع كده انما الحمد لله بتكرر زي تاني الا بقى في حاجات بتبوظ البصمه خالص زي في فيكشر المرض جدي ممكن يوصل للبني ادم خروج حراميه ما تكونش موجوده خالص. في حوادث بقى ساعات كان مثلا واحد مطور ايده ده طبعا ايه حبوس ده عشان بيوصل ما فيش بصمات اصلا برضه بالنسبه لل طب حضرتك هيتعامل ازاي في الحاله دي؟ لو حد مطور ايده يعني
بكتب كده لما يكون في صحيح حاجه ايه ولا حاجه صعب بيبقى مثلا ان اربع صوابع سلام واحد مطور بكتب مكان الصوابع اللي ناقص باتش طبعا الحروق السين ليهم دور في البصمات الحروق هي درجات لما يكون حد جامد في الشر يوصل للبصمات بتختفي خالص والسن كل ما بنكبر بتلاقي برضه خطوط بتلاقي مثلا واحد 80 سنه جاي يشرب 20 سنه او 30 سنه او كده يعني وبرضه كل ما بتعمل سنه في كلمات والكلام ده كله بخلي كده حضرتك لو واحد جاي يكتب مقطوعه لو ايه؟ ما تاخد بصمته ازاي ده منطق ما فيش بصمات خالص لو حضرتك ما تجيب مزارع عادي او ان انا ازاي هو كده اسيبه العدل هو الحاجات دي بص تشوفي نوع وسيلة من وسائل الإثبات. أنا مش بصمات هقول له إيه يعني هقول له. والله الرجل فيها برضه وارد عشان ما يبقاش معانا. اقتراح كويس يعني. مش عشان اسف سؤال غير عشان افصله لان هو يعني عايز حاجه تدعم رايه او يدي حكم على بناء عليها فلما جه قضيه ابدا اشوف والله البصمات موجوده معاه كويسه سليمه تصلح المضاعف هشوف بقى اذا كان الطاعم حي وغالبا بيجي مع مندوب النيابه باخد بصماته مش حل برضه خصوم هم اللي بيوجهوني ان في بصمات المورز ده الجهه الفلانيه يلعب الجواب مثلا سواء شرع قاضي او بالاحوال المدنيه او الجوازات او الجهه كان هو معين فيها ودي معاش فيها مرتب او كده بتنقل باخد معايا خبير مشروع زميلي ونبدا ناخد اروح معشر على الدفتر او المكان اللي كان بيقبض فيه وابدا تصوير مباشر يبقى الصوره معايا برضه في التجاره في هذه الكيفيه معايا صوره هشتغل عليها تمام وبالتالي انا عندي العقد مثلا عندي السند اللي هو عندي المستند اللي هو ايه موضوع القضيه ببدا اقارن ما بين البصمه اللي انا رفعتها او صورتها من الشرع القاضي او الجهه ايا كان بقى الجهه اللي انا رحت لها ايه اقارن بين البصمه اللي انا صورتها من الجهه دي وبين البصمه اللي عندي في القضيه صحيح الحاله الجنائيه مش كل الناس تعينوا مش كل الناس موظفين مش كل الناس سافروا معايا لو في جهه معينه انت برضه كمحامي او اطراف قضيه خصومه بتنبهها ان الراجل ده هيبقى صمته فين تمام بالنسبه للحجاج بيروح بعثه الادله الجنائيه رفق مع الحجاج كل سنه 70 حاجه في حاجه مثلا ولا حاجه لان انتوا عارفين الحجاج ساعات لا قدر الله مثلا تبقى الاي دي بتاعه وقع منه مش عارف ايه بتاع بيبقى بالنسبه لنا زي جزء مجهول تمام فبالتالي بناخد بصمات كل الحجاج ونحطهم على الحاسب وبعدين بتروح بعثه مع الحجاج ولا قدر الله مثلا حاج مثلا ولا حاجه مجهول هويه احنا اوريدي عندنا فيش جزء كبير ابدا اخد بصمات الجزء العثمان يعني اللي هو الحاج اللي هو المترفق ده وابدا اقارن بين بصمات الحاج والبصمات اللي هي على الفيش جزمي نحو دي هو الشغل هو بيبتدي بياناته ده فلان الفلاني عمره كذا وكذا عشان اعالجه تبقى عارفه دلوقتي الحجاج طبعا اللي انا اعرفه ان الحجاج هي البعثه بتروح مع الحجاج بس الحجاج خصوصا العمر مش هيقول لك مش هيقول لك العمر ده خفيف انما الحجاج ملايين من كل العالم فانت بتاخد بصماتهم ليه؟ عشان لا قدر الله لو زمرت الحاج هويته ضاعت منه وعايز اجيب شخصيته ببدا اقارن بين البصمه اللي انا واخدها عندي على الجهاز وبصمه الجثه بتاعته بقول ان هو فلان الفلاني وكده تمام؟ الحج يا دكتور الحج علشان تعرف
قاعده بيانات للحكايه. لكن العمره طبعا من شركات سياحه وحاجات مختلفه فما بيحصلش الموضوع ده. تمام. برضو بالنسبه للمصروفات المجهوله ساعات زي ما قلت لكم انا كده في مثلا جثه مجهوله يبصموها يبعتوا لي مفيش تشبيه. هل البيع زي ما قلت لكم عندنا قاعده بيع في المصلحه ممكن توصل ل 20 مليون مش مسكن 20 مليون لان كل واحد دلوقتي بقى هي توصل لمليون مسكن. انما الباقي اي حد بيعمل صحيفه حاله جنائيه بقينا نحجز منها نصف اوتوماتيك. لو انا مثلا رفعت اثر وطلع مجهول طبعا لما بروح حادثه ولا حاجه باخد قالب بيه بصمات المجني عليهم لو اصحاب المجال او الشقه او كده واخد بصمات المشتبه فيهم لو هم مثلا ايه يقول لك مكواجي مش عارف تيك اواي ايا كان بقى باخد بصماتي. فرضا ان انا مثلا دفعت 10 بصمات اثار وانطبق خمسه على المجني عليهم يبقى بالتالي انا عندي اللي ابحث عنه كام؟ خمسه. خمسه دول اشوف بقى ما بين بقى في اشتباه لو عنده مكواجي عنده بتاع جاب اوردر مش عارف ايه كان ده كله ببدا برضه ابصمه وابدا اقارن بين الاثنين عشان اوصل لنتيجه. لو وصلت هنا ولا وصلت هنا اعمل ايه؟ اروح مسجلهم على الجهاز عندنا في المصلحه اروح بقى بعتهم للمدعاه يقول لي ان الناس دي موجوده عندي ولا مش موجوده عندي. زي ما بيحصل في قصه المجهود لو مثلا ساعات بيجي لنا محافظه المحافظات في يوم كان بره بطرمات وبعدين كده وفي اربع صوابع مقطوعه. وطبعا بنلبس جوانتي واخد الصوابع دي ابصمها احضرها وابصمها واخد البصمه زي الحي كده وابدا ابعتها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ على الجهاز اشوف ان البصمات دي الراجل ده محجوز مسكن ولا مش مسكن. مش مسكن برضه بنعمل لينك مع الغياب ساعات في بقى يحفظ بريد وانتوا عارفين الكلام ده كله واحد غايب فشوف البصمات دي هل حد غايب ولا لا. وبعدين اهليته بسبب ساعدنا يعني انت عارف ايه ناس بيبلغوا عن غايب وفي بصمات مقطوعه مش عارفين هويتها ايه بنبدا نقعد بقى نوثق مع بعض بالتالي ايه بتعرفي البصمات دي سواء بتاعه الكروس يعني الراجل اللي يخصهم ده ولا لا. لا 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 الفورمالين ما بيعملش يا دكتور ممكن نسخ بصمات لا الكلام ده كله ولا حاجه يمشي مع واحد عادي واحد عادي يعملها عسكره مش عارف ايه يمشي ما يمشيش مع احد. في حاسه بالنسبه لنا احنا مش بقول كده مش انا بروح حاسه كمان بيبقى لينا حاسه كده الدنيا كلها معايا ازاي دخل الحرب بتاع الجاني وازاي خرج وخد معاه ايه وساب ايه كل الكلام ده كله بالنسبه لنا يعني انما شخص عادي يمكن انا بقول لكم في اول امر بعرفكم ازاي تاخد بصمه صحيحه علشان حق وكده وانتم كمان كده يبقى قاعد فاهم ما يجيليش مثلا مش عارف ايه عقد بتاع دوله اتصال امانه ولا بتاع وعليه بصمه مقصوصه هاخد اعمل بيه ايه ده؟ ده البصمه اصلا مش باين طالعه. دي غير دي خالص الباودر بصمات الباودر دي اللي هي في الحواس الجمعيه بتتعامل مع اي حاجات يكون كان بتتعامل معاه سواء لمسها او كده كوبايات موجوده في مصر الحكايه دي مخازنه باب الشقه كل الكلام ده كله. هوريكم مثال دلوقتي عشان برضه ما تقلقوش. كل الكلام ده كله مش وبعدين اي تلاعب اسف يعني برضه يحيل على الناس دي انما احنا ما بنعملش يعني هل اصلا الحاجات اللي بتحصل انه بيستحق البصمه مثلا زي ما قلت في المدني بيبقى هناك اللي هو مأمورية لو كان الناس معطية ولا حاجة والمحامي أو السادة الخصوم نبه الخبير على ان المورنس ده في بصمه في مكان معين في عمل دوره مرئيه واتنقل واصور وابدا اقارن بين البصمه مع المستند اللي عندي والبصمه اللي على الارض معايا اللي جايبها من المكان ده. طبعا بعد ما تخلص طبعا
سواء في الأداء المدني أو الجنائية قال بيه التقرير طبعا بيكتب بقى طبعا عايز أقول التقرير في صورة سريعة كده الموضوع طبعا مين اللي انتدبنا وفي القضية رقم كام وكان ما حاز والحرز أوصفه كان معمول متشابه أحمر في كام موضع كان يقوله وخادم اسمه إيه وكان كل الكلام ده كله ليه حتى المستند اللي هو عندي أوصفه كام كيف تلك حاجة زي كده الحبر الأحمر الحبر الأزرق المصنع على الشمال تحت كلمة المستند تحت مش عارف إيه كل حاجة في المستند اللي جاي بوصفه بالظبط تمام بعد ما وصفه طبعا قال به البصمة صالحة مش صالحة لازم أصورها في الإدارة ليه عشان يبقى عندي سند إن أنا باخد صورة من التقرير يبقى برفع إليها برضه الصور اللي هي تحت البصمات اللي أنا اشتغلت عليها سواء البصمة مطموسة أو مطابقة كل الكلام ده كله لازم أوصله في التقرير طبعا الموضوع الفحص الإجراءات زي ما قلت لكم الإجراءات إن أنا باخد بصمات مثلا أو طعم حي باخد بصماته جاي مع مندوب النيابة مش حي زي ما قلت لكم بقى في جهة بعد كده أصور بعد التصوير أبدأ بقى على الفحص الفني أقول الحاجة دي يعني صالحة ولا مش صالحة صالحة أخش أخبار من المقاطع من البصمة اللي موجودة على المستند الفلاني وتخص الفن الفلاني ومؤشر عليها مثلا من السيد رئيس النيابة بنظر في تاريخ كذا كذا تنطبق على أوصل برضه إيه خدت بياناته باخدها من واقع رقم قومي معاه لأن برضه ممكن مندوب النيابة يبدأ كل حاجة بتحصلش وبرضه الأخداء من الأحراز الحرز لو مثلا في أي كسر ولا حاجة ما يقبلوش معرفش الكلام فيه إيه تمام؟ طبعا لما باجي اعين حوادث ولا حاجه بيبقى في مستندات ممكن اتعامل معاها كيميائيا وممكن مستندات مهمه ما ينفعش ان انا اتعامل كيميائيا انت زي ما قلت لكم برفع البصمه اتفضل من خلال الخبرة البصمة اللي في مصر الجريمة لو فريش أو جديدة يعني يبقى خطوطها مكتملة يعني سلكة فيها لو قديمة تبدأ تتقطع تمام؟ لأن برضه كل مصر الجريمة وليه ظروفه ممكن في شقة مقفولة وبعدين تلاقوا على حادثة سرقة أخش هناك ألاقي الدنيا طبعا برضه ترجع لإيه؟ للتحفظ على مصر الجريمة لأن في ظباط مباحث يخش بقى تعرف اللي عايز يقعد يقلب دي ويقلب دي وبتاع وسجاير هنا والاكل هنا وبتاع كل ما تحافظ على مسرح الجريمه توصل لنتيجه محترمه. ليه؟ في ناس عندها فضول قاتل. اخش مسرح الجريمه لقيت حاجه معينه لا قدر الله حصل سرقه عندي ولا حاجه بتاع على فكره بنطلع برضه من بعض القضايا حبي يعني ايه مش شرطيه خالص مش عارفين الشرطه خالص. حصل كذا مره اطلع في سنه ذهب ودلوقتي بقت يعني ايه سلايف مع بعض في بيت واحد يقعدوا عند حماك من تحت تحت واحده معلقه مفتاح ودخلت خالد ذهب سلفتها وشكرا فجابوا لنا كل ده بسطتهم وربنا كرم يعني بتوصلنا نتيجه من غير شغل معايا؟ بالنسبه للمستشفى الهامه بقى انت عندك عقد مثلا في الخزنه ولا حاجه الحرامي خد الفلوس وساب العقد بتاعنا كله العقد ده اروح نتعامل معاه هذيك كافيه اروح رده كده واروح احطه في ظرف احافظ عليه لان انا ايه النهارده اللي مسكت المستند ده نسيت عليه بصمات تيجي تسيب الناس تاني مسكه تاني ممكن يلبس البصمه يبوظ البصمه اللي موجوده عليه فلما انا بقى شغلي بقلب بيه ان انا احافظ على شغلي اما الاقي مثلا مستند زي مثلا هذيك كافيه اي كان شيل عقد اي كان بقى مستند احافظ عليه واحطه في ظرف عشان بقى بلاستي وابدا اروح الاداره هناك زي ما قلت لكم في عندنا معادله كيميائيه احط الماده الكيميائيه دي في حوض واروح ماسك المستند وغمسه في الماده دي واروح حاطه في فرن كهربائي يطلع بصمات زيها زي البصمات اللي انتم هتشوفوها دي كده. بهذه الكافيه.
بصمة معلومة من خلال معادلة كيميائية توصلني البصمة زي كده. أبدأ بقى طبعاً إيه عشان برضه ما تعملش معاك إيدي من غير التعامل خالص والتلامس خالص. أحط جنبها مسطرة وأروح مصورها فوتوغرافي. بقى عندي صورة فوتوغرافية لهذه الكيفية. ليه؟ صورة موجودة لهذه الكيفية أعمل فيها كيفية ما شئت، لأن أنا بطلع مش بدل النسخة 10. إنما المستند ما أجيش جنبه. في مستند بقى مهم ومش عايز اجي جنبه خالص بمعالجه كيميائيه زي ما قلت لكم في الوصف. في عندنا طبعا في جهاز الترا فايلوت، في بودره الباين هيدرينتي دي برده نوع من البودر. بروح واخد المستند بروح جاي حاطه تحت جهاز الترا فايلوت بتعامل مع بودره دي بودره الباين هيدرينتي. يديني فاكرين زمان السرحه اللي كانت بتنور في الضلمه دي، يديني خطوط البصمه بهذه الكيفيه زي ما يكون خطوط بتلمع قدامك كده على الشيك او المستند اللي انت خايف عليه من التلف. اروح مصوره تصوير مباشر برضه بعض وضع المسطره من المواقع عشان يديني نسبه 1:1. بقى عندي صوره معتدله ابدا اقارن بينها وبين بصمات اللي هي سواء بقى ايا كان على عقد على بتاع معايا. اتفضل. والله بص اقول لك على حاجه، في الحوادث كل ما تكون حاجه سليمه وجيده بتجيب نتيجه كويسه معايا. كل ما تكون حاجه مضروبه بالنار برضه بتتعبنا. برضه اقول لك على حاجه، انا عامل ايه؟ ليس بالامكان ابدا من مكان زي ما بيقولوا صح؟ اما تكون حاجه تعبانه اعمل فيها ايه؟ ما انا بتعامل معاها. لو مستند مثلا زي ما قلت لك، لو مستند مثلا قديم زي كده ببدا اشوف هل هو ليه يعني عقد ولا حاجه مثلا، ليه رجوع تاني ولا حاجه. الا بقى لو انا انت مش عايزها تتعامل معاها كيميائيا، لان برضه التعامل كيميائيا بيبقى افضل من الالترا فايلوت والجهاز اللي هو اللي فوق ده وسيم معايا؟ لو العقد ثاني الاول ما انا بقول لك العقد حطيه في فرن بعد كده لسه ما خلصش. اتفضل اتفضل. مش عارف انا قادر اوصل معلومه ولا لا. طبعا هو على موجودة خانقني، كان في برضه صور وحاجات كده. احنا نزلنا شرف، احنا بنقرر الجمعيه 8 شارع اسماعيل، شارع اسماعيل قدام السيف 6 اكتوبر في الدور. اي استشاره، اي قضايا، اي حاجه، اي حاجه شخصيه تعالوا اتعلموا مننا ومش هناخد منكم حاجه. بص يا اساتذه، كده كده هنزل لكم عنوان الجمعيه في جروب الواتساب اللي موجودين فيه، يعني ما تقلقوش هنزل لكم كل حاجه تخص الجمعيه واجراءاتهم الصفحه الرسميه وكل حاجه، ما تقلقوش بقى. اتفضل يا استاذ. علشان ياخدوا توكيل منه مفيش بصمات لايديه ولا بيغسل مواعين ولا صابون ولا اي حاجه من كده. مات بعديها ب 40 يوم تقريبا. بس طلع انه مفيش بصمات وسنه كان 63 64. هي طبعا احنا لسه كان عندنا فيها يكون دبل الكلام ده. 7 بصمات في الشهر العقاري. زميلنا ده على حسب ضمير اللي جاي بالشهر العقاري. 7 بصمات في الشهر العقاري. زميلتنا راحت هناك قالت ان هم لا تصلح وما اتكلمتش. لا ما فيش. حتى المحامي جاب التقرير وجه قلت له لا تصلح. اعرف ليه؟ هل هي ما فيهاش نص حراميه؟ هل اخذت بطريقه غير فنيه؟ صحيح بطريقه غير فنيه. لازم اسبب كلامي. فاحنا دورنا كده على فكره، لو عندك تقرير بصمات وحاسس انك انت ما خدتش حقك فيه وليه حق، تعالوا بمشيئة الله هنجيب لكم جديد. معايا؟ احنا لا لينا فرعين، فرع رئيس قطاع اسيوط، انما الفرع اللي هو اللي في القاهرة تمام في دقي قدام مستشفى 6 اكتوبر الجمعية. شغال. دكتور يا ريت يكمل المحاضرة عشان احنا عندنا محاضرة تانية للصبح والظهر بعديكم وميعادهم كان الساعة 5. هو الرسالة كان فيها لا يعني كمل يعني ما نقدرش.
زي ما حاول نخلي الاسئله بقى في الاخر يا استاذ عبد الشكور، خلي الاسئله في الاخر. قلت يا سيد حضرتك اني برضه فيه بصمات الاقدام نفسي كيفيه زي اللي راحت اليد زي الايد زي الاصابع. لو لقيت بصم اصعب زي كده مثلا وليكن مدمم او مدرك او مشحر في مسرح الجريمه، او حتى حسيت ان في جاي مشي وسايب اثار مثلا مش مظبوطه وفي بحاول اتابع الاثار معايا وارفع ارفعها بالباودر زي ما هوريه دلوقتي عشان اوصل لنفسي. مفيش فايده بقى. بص من زمان دلوقتي انا باخد بصمات الاقدام ازاي؟ باخد بصمات الاقدام لو في عندي حاجه مستدعيه. يعني انا لما احس لما اعرف ان الحادثه رفعت منها اثار لاصابع بس اخد راحتي يا ابني. انا بعد الناس انا وانا برفع بعرف اذا كان ده صابع ولا راح زيادة لأنثى ولا ذكر معايا؟ بص هتقول لي ازاي الأنثى وازاي الذكر؟ بص الحرامية دي الذكر تبقى أتخن من الأنثى، يعني خبر 4 سم دول مثلا فيهم 20 حرف للراجل ممكن تلاقي الأنثى 24. السبب تأجيل وثيقة الزواج للوثيقة اللي هي بالبصمة والصورة وتحليل الدم، كنت أنا مع لجنة المرأة لأن كان في مقسوم سيدة زينب ومأذون تاني سيدنا حسين بيطلع الستات ويجوزهم أو ستات بتتجوز رجالة وهم ما عندهمش فكرة برضه وينسب أولاد للرجالة إن هم أصلا ما يتجوزوش والعكس. فلما عرفنا الموضوع ده وبلغنا فقلنا لازم إحنا محتاجين نغير وثيقة الزواج، فبدت البصمة مهمة جدا والصورة وعليها البصمة. ده يعني ده كان مشروع من لجنة المرأة عشان تعرفوا قوة البصمة قد ايه. على فكرة كان قضية من 21 يعني فوق الشر حاجة يعني غريبة جدا. عصير جواز واحد متجوز بنت اخته. حاجة يعني أول مرة. لا حاجات كتيرة يعني. ضلينا المأذون طبعا جابوا طبعا يعني كتبوا بعيد شويه عن مكان الاقامه وبتاع وكده وضللوه واتجوزوا يعني اعوذ بالله يعني حاجات برضه حته البصمات النايم والصاحي زي ما انتم حكوا برضه في المنصوره جايه القضيه واحد بص على مراته على المرات الزوجيه وهي نايمه برضه من كل دول ان انا ايه؟ كل دول ان انا اقول ان هي بصمتها او مش بصمتها. انت بتبقى في ظروف ايه دي مش بتحصل. بصمه الصاحي زي الميت زي الحي زي الميت زي الروح. تمام؟ عليك انت بقى شوف طرق ثانيه. عندهم الحدود في بصمات كل جهاز الحضور ايوه الاسبانر طيب المقسوم كمان برضه يعني زي الابلكيشن بس برضه هو ده حدث ما اعتدش فيها كانت ده اصل يعني ان انا كنت عشان اضعها دي على انتقاد بني العدل. التكنولوجيا الحديثه في مجال الاجرام في كوريا والاماكن دي اصطنعت ادله بيغطي بصمته ببصمات سيليكون مطابقه لبصمه الايد. لحد دلوقتي اقول لك على حاجه وانا بكون خبرتك كويسه انا ما بقاش عارف خالص. بتفرق تزييف البصمه البشريه عن الحاجات اللي هي السيليكون المصطنعه؟ حتى لو شكلها عارف هو بيعرف الحجم الخط نفسه الحجم الخط ليك دور في انت بص خلاص الخبره خليتك كده وانا برفع مكان الحادثه اعرف اذا كان ده حصل لراجل او ست او لطفل. اخر حاجه بقى هقولكم على رفع البصمه من على ايه عشان برضه تعرفوا الدنيا فيها ايه. طبعا ال البودر ده
دول اكاسيد على فكره، اكاسيد اكسيد اكسيد حديد. بستعمل اللون حسب سطح الجدع. هتمسك لك المايك كمل يا باشا. بستعمل اللون اللي بتاع البودره حسب السطح اللي انا هعمل معاه. 3000 دولار سطح حاجه زي كده مثلا ولا كده. هستعمل ايه؟ بودره سودا. شوف كده هرفعها علشان اعمل ايه؟ فتح معايا؟ لو العكس لو هستعمل مثلا هرفع العمود ده هستعمل بودره ايه؟ فتح احطها علشان اعمل ايه؟ كامل. وبعد ما اعمل المشمع اصوره تصوير برضه في الفوتوغرافي يوصلني لهذيك يوصلني لصوره زي كده عشان ابدا ايه عندي مستند ظهر اقل. دلوقتي هنشوف بقى هنشوف ازاي ارفع عصر من الكوبايه دي. قدام الحقيقه اللي مش شايف او مش سامع كويس ممكن يتفضل قدامي يا جماعه. اللاعب ورا ممكن يتقدم قدام يا جماعه. الكاميرات قربت البتاع تفصل خلاص. متجوز من غرفته وعايش مع مرات ابوه. فالولد ده مرات ابوه كانت مطلقه روح حتى الاكل ما كانوش. الولد ده ايه قدام الجيران شكله قدامهم. الولد ده يخلي الجيران ينزلوا هو موظف الوظائف ينزلوا يروح الشغل. الولد ده معاه مفتاح مستمع يروح داخل الشقه
فتح الثلاجة الورد يفرح شمال حتى الجمعة يفرح شمال فجيه تقريبا من أهل الشعب طبعا استشعروا من كل يوم كل واحد عارف تلاته ايه كنت رفت فجيه الثلاجة بقى مصر واحد بصراره عشان طبعا أهل الشعب استشعروا من كل يوم الثلاجة بالبير بالسئل راح فطبعا ايه مش شاكوا بعض هو راح منزل في ناس مع بعض موظفين راح منزل مراته هو اسكت في الشارع الولد دخل زي ما قلت عشان يعمل عملته لقى الزبون ده جوه فعلا الراجل ده انا كنت ببصمه الموظف حجمه تقريبا قد كده بالروتين الولد ده عامل زي الخيل ده فطبعا خسوا 40 طعم والله انا بقول اسمك موضوع صعب يوصل الناس لحاجات ربنا يكرمك ان شاء الله مقصود حوادث يعني كتير جدا الولد حدث اللي هو كل الجدعان ده دخل بقى صاحب الشقه موجود فحدث فجاه بقى انت عارفه ايه احداث بقى 40 خاسه عارفه ودي نيابه طبعا بنبقى مع بعض لان طبعا في نيابه قالت ايه الولد حدث اه فاز بقى صاحب الشقه ده ايه فاز كان مرمي في الكعبه كده حاجه يعني ايه اسف اللفظ يعني حاجه كده يعني فطبعا اقصد ايه يعني ايه دي حوادث راحت وبرضه حاجات البلد زي ما قلت لك انا حته اللي هي بيتجوز بيته كلها الواحد بيمر على حاجات كل يوم يعني ايه يعني الواحد اه صح اه يعني كل يوم كنت بطلع ناس من الثلاجه لما فاجئت الجماعه اللي هم قتلوا طبعا زنقوا عليهم فايه ما عندهمش هويه كل واحد قرب الثاني خلاص على بعض جابوهم طبعا بصف مجهول فجابوهم في مستشفى معين وفي درجات معينه نقلنا ليها خدنا بصماتهم كلها وضهينا على بعض الحاجات ده راح بس مسجل والباقي مجموعه عمل من الاماكن الجديده كل مجموعه عمل تاخد محافظه معينه من الصعيد لانهم كلهم راحوا من الصعيد كده تحس ان هم حقوق ميتين صعيد فطبعا ربنا كرمنا وجبنا نتائج الحمد لله ستنا جبنا عرفنا عن ايه فانا لو بصت مجهوله ما بصش ولا حاجه كل ما في حمر المستجد مكتوب عليها بس رقم اكتب الرقم وخد فيستو ثم تنقل بقى الطريقه اللي احنا قلنا عليها وطبعا ربنا كرمنا طبعا ايه يعني الحمد لله احنا شغالين عايز اقول لك حاجه احنا بنحمد ربنا قوي على تخصصنا ده تخصص مش عايز اقول لك حاجه بنشوف في حاجات انسانيه كتير جدا مش عايز يعني يعني صرف النظر عن حق الفاشل فارجو بقى ان يكون النهارده استطعتوا يعني صوره حيه من شغل غيور بصمات